اقراها قصص الانبياء واصحابه. انا والله ما ادري وش اسم الصحابي، لكنها قصتي سمعتها، اللي هو اسرع صحابي اسرع او اسرع رجل على وجه الارض. كان في حرب، وفي هذه الحرب سبوا النساء، وكان الرجال هذا يحب الصحابي ذا رضي الله عنه، يحب زوجته حبا جما. الوكاد انها كانت من ضمن السبايا، فلما راحوا هم كسبوا الحرب، لما اقفوا جاء الرجال قال وين النساء؟ كانوا خايفين يعلمونه ان حرمتك مأسورة عاشرين. واصلها العلم، يقولون انه كان يركض انه يسبق الخيل لين وصلها، واجه جيش كامل الحال الحاله. هذا اي والله هذا القصه، كان يحذفهم ويقولون انه كان يطلع فوق الجبال، الخيول تركض يطلع فوق الجبل ويرميهم يذبحهم، ويطلع فوق الجبل الثاني ويرميهم الحال. ما قدروا يواجهونه، جبال وسريع يا الربع. هذا الصحابي هو صح؟ اي صحابي. انا نسيت شو اسمه الحين. الصحابي